ثمة خطاب ديني مبني على تبيان الحقيقة الشرعية المجردة، ولكن هل ثمة خطاب ديني مسعاه تحقيق إرادة الحاكم؟ الإجابة نعم. فإذا كنت تعتبر نفسك مهمشا اجتماعيا أو جغرافيا وتريد الوصول إلى أعلى المراتب، فما عليك إلا أن تكون جاميا. فرقة دينية ظهرت بالتزامن مع حرب الخليج الثانية بعد أن دخلت القوات الأمريكية إلى السعودية لحمايتها من العراق. فبرزت الجامية في وهج الانبهار العربي تجاه ما يحصل في المنطقة، وبين مؤيد ومعارض لابد من خطاب ديني يتحدث بصوت الحاكم، يواليه بحدة ويبرر أفعاله. Look at Saudi Arabia. It takes away any fear we would have had regarding an Iraqi aggression against Saudi Arabia. كلاب النار، أولئك الخوارج، كلاب النار. أسسها محمد أمان الجامي وربيع بن هادي المدخلي، مؤلف كتاب صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة بغير المسلمين. اكتسبت الجامية تسارعا طرديا تجاه القوة الداعمة لها، فقدمت العائلة الحاكمة دعمها لهذا التيار، وأصبحت الموارد المادية والمالية وافرة تحت تصرفه. ثم أخذ يتوسع ويجذب من يعتبرون أنفسهم من المهمشين اجتماعيا أو جغرافيا. مبدأان لا يمكن تخطيهما: الولاء الحاد للعائلة الحاكمة وطاعة ولي الأمر واجب مطلق. الولي هو الصح، بل ورد في كتب بعض أهل العلم ولو رأى الولي أن يقتل ثلث الشعب من أجل يسلم الثلث الآخر لأذن له الشارع الإسلامي. حتى لو كنت متيقنا من الظلم، يعني حتى لو كنت متيقنا أنه يصدر منهم ظلم لكنهم مسلمون، لأنه إذا وصل الظلم إليك خلاص ما في شك، فأنت متيقن، ومع ذلك اسمع وأطع. ولكنهما يتغيران بحسب التحالفات السعودية. ليس هذا فحسب، بل تقوم الجامية على تقديم الحجة الدينية لمن يريدون موالاتهم من حكام الغرب. الإمام إذا ولي وتغلد حتى ولو كان كافرا، إذا لم نستطع ولو كان كافرا إذا لم نستطع الخروج عليه وتغييره، فلا يجوز لنا مقاومته. أما عن المجاهرة في الحماسة فهي تؤدي إلى الحصول على مناصب عليا. أن تكون جاميا يعني أن تتبع الحاكم، توليه ولا تحيد عنه، أطع، اتبع، نفذ، ثم خذ ما تريد.